السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا أينما كنتم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأهلا وسهلا بكم معنا في بداية حلقة جديدة من برنامج رمضان الأول. مشاهدينا، ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ الهادي والمنير الطبة. مرحبا، يا مرحبا بك معنا الهادي. مرحبا، رمضان مبارك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الهادي، رمضانك الأول مازلت تتذكره قاع والله؟ الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. رمضان الأول تذكر بأنه كان رمضان صعيب. صعيب. ما في أبرز الأحداث اللي متذكر عنها خلقت فيه؟ أبرز اليوم الأول. والله اليوم الأول طبعا أصبت بإرهاق شديد، ولما أفطرت أكرمكم الله صابني قيل. كان متين معناها معناها انك رمضانك الاول صمت، بعد الحمد لله صام طبيعي. انا لا، الحمد لله، لا حرص عني، انا من نفسي المشتركه مع ياسر من الناس، فعنا رمضان الاول خلق فيه ياسر من لا 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 صمت صوم طبيعي. ربما يكون لك سبب يرجع لي يومها، كنت طبعا في مجال الدراسه الشرعيه، طالب محضري، أدرس في معهد الإمام مالك بن أنس في العلوم الشرعية، وبالتالي لم يدركنا الصيام إلا وقد تعلمنا أحكام الصيام. أحكام الصيام. ويكون هذا يعني مؤثر، جانب مؤثر في أنك كان تحدي، كان العكس، أنك هاي المغامرة، أن تثبت لنفسك أنك تستطيع، يعني أنك تستطيع أن تفعل ما يفعله الرجال. يعني هو فرق فاصلة في حياة الشخص. صحيح. كان ينظر إلى رمضان على أنه رمضان وهو يعيشه، وهو طفل يعيشه، وهو يرى الناس تصوم وهو لا يعرف هذا السر. حتى في الليلة، تذكر في ليالي صلاة التراويح، كنا نتعجب ونحن أطفال من طول القيام وما هذه الصلاة، هذه الصلاة الطويلة. بالتالي لما يبلغ الشخص قد أدرك المعنى الصوم، لا حد يريد أن يدرس نفسه. وكان كان رمضان، كل ما تذكر منه أنه كان رمضان صعيب جدا. شيء من ناحية العادات والتقاليد والطقوس المتبعة في رمضان الهادي، هل هنالك فرق ملموس تلاحظه في رمضانات الحالية ورمضانات السابقة؟ على العموم المجتمع الموريتاني روتين واحد، ما فيه لا يوجد فيه ما يميز شخص عن شخص. الجو العام لرمضان يفرض نفسه على الجميع. كذلك المجتمع الموريتاني لا توجد عنده عادة رمضانية مثل بعض المجتمعات اللي تقوم ببعض الطقوس وبعض الاحتفالات مثلا كالمسحرات. المسحرات عند الموريتاني لبعض منهم ايضا. تجربه المسحرات كانت عندي معها، او عندنا معها تجربه، لان صمت رمضان في مدينه كيهيد. كيهيد عندهم شبه مسحرات في الداخل. انا ملاحظه عن المسحرات ياسر بيعود حتى عند اخوتنا الزنوج، يعني يقدسون هذا الرجل، ياخذ طبله وقبل السحور يمشي بين المنازل والطرقات يهلل ويذكر الله ويقول سحروا. يعني كانت طابعها خاص، ولها هناك اول مره تذكر باني اول مره اسمعها كانت في كيهيدي. كانت في العشر، زرت كيهيدي ايام في العشر الاواخر من رمضان، وبعد ذلك السنه المواليه صمت فيها رمضان كاملا، وكانت تجربه مميزه، اضافه ايضا الى اني صمت رمضان في الباديه. كيف كان شكل رمضان على العموم في كيهيدي؟ كان هناك فرق بين الداخل وبين المدينه؟ والله طبيعي ان المدينه في نواكشوط هنا الناس يطبعهم طابع خاص، طابع المدينة اللي يتحول نهار والنهار وليلا، وبالتالي يكون جو رمضاني يعني مثلا هذا السهر اللي نعيشه هون في نواكشوط غالبا لا يوجد عندهم. طبعا يوجد شيء من السهر،
لكن ذلك السهر لا يؤثر في أغلب الأحيان على نشاط الناس في النهار. تجد أن الأمور تمشي بطبيعتها يعني في الداخل أغلب المدن الداخلية. صمت رمضان في البادية يعني تحت خيمة في البادية يعني في البادية طبعا كانت تجربة كان مميزة أكيد أكيد, أكيد. ولا توجد لا توجد إنترنت، لا توجد تلفزيون لا يوجد وجدت فيه حقيقة كثيرة من معاني رمضان لأنك تفرغ للعبادة لقراءة القرآن أيضا فيه تجد فيه من المشقة ما لا تجده في المدينة لأن المدينة حتى تجد فيه من في المدينة يتحول رمضان إلى شهر أكل وشرب أكثر مما كنت تأكل فيه. أما في البادية فيضيفون وجبة الإفطار فقط وشيء قليل وبعد ذلك نفس الصباح. ولأي عادة النهار في البادية تحس به طويل عادة على اختلاف الساعة الحادية عشر صباحا كأنها الثالثة هنا صح. بالنسبة للعادات التي كنت أتحدث عنها يعني مثلا البعض يحافظ على صلة الرحم مثلا البعض ينوي أن يختم القرآن عدد معين من الختمات ما إلى ذلك ليست هناك عادة يحافظ لهذا طبيعة رمضان أنه مدرسة مدرسة ربانية رمضان إلى رمضان جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما هو جو في كل ليلة عتقاء من النار فيه ليلة القدر خير من ألف شهر الحسنات تضاعف فيه هو مدرسة حقيقية لعلكم تتقون عندما قال الله سبحانه وتعالى هذا المعنى وبالتالي ينبغي كل إنسان أن يبحث عن نفسه في رمضان يبحث عن نفسه إنها مدرسة الناس يراجع نفسه قبل رمضان ولا يدخل رمضان إلا وقد أعد له عدته ويستغل كل لحظة فيه. أما عني فالله المستعان الله يستر علي إن شاء الله الله يستر علينا جميعا إن شاء الله. إذن رمضان وجمعية الإرادة طبعا جمعية الإرادة من الجمعيات الرائدة في مجال العمل الإنساني وهنا طبعا دعني أوجه تحية لها من خلالك وتحية إلى جميع أعضائها طبعا حياك الله الله يبارك فيهم إن شاء الله. ماذا أضافت جمعية الإرادة إلى رمضان الهادي؟ الله أضافت له الكثير جدا. كان مفروضا كثير من الناس رمضان عندهم هو شهر فيه راحة فيه نوم بالنهار وسهر بالليل طبيعة جمعية الإرادة والعمل الخيري هو أنك يفرض عليك أن تسخر كل أوقاتك جل وقتك لخدمة للعمل التي تقوم بها الجمعية وعندنا في الإرادة العمل السنوي كل شيء والعمل في رمضان شيء آخر لأنها فرصة حقيقية الناس ينبغي أن تسابق فيها وتسارع على فعل الخيرات وتجد أن اليوم العمل في الإرادة يبدأ تقريبا من حدود الساعة 12 صباحا أو ظهرا زوالا على الأصح ويتواصل وينتهي إلى ما بعد الإفطار يتم تحضير وجبات الإفطار التي سوف توزع تحضير وبعد ذلك توزيعها على المستشفيات التي سوف توزع فيها ومباشرة إذن يتم توقيف الأنشطة الأخرى إلى ما بعد رمضان طبعا في بعض الأنشطة التي لا تتوقف مثل مساعدة المرضى لا يمكن أن تتوقف عندنا أيضا بعض السقاية دائما تبدأ الساعة 10 صباحا يعني تنسيق هذا الجهد من السقاية صباحا تحضير الإفطار الإفطار ظهرا إلى العصر بعد ذلك ما بعد العصر المرحلة الثانية هي توزيع الإفطار إلى الأماكن التي سوف يوزع فيها يعني يوم رمضان يكون مشحون فالشخص يجد شيئا لنفسه ما بعد يأتي منهكا وما بعد التراويح يجد وقتا وفي الأغلب أن ما بعد التراويح تكون فيها أيضا أنشطة للكثير من المواصلات وبعض المشاوير خصوصا النشاط الآخر ليس لمساعدة المرضى والأمور الأخرى نجد لها وقتا ونشاطا عندما ليلا حتى ربما ينتهي حدود الساعة الواحدة أو الثانية ليلا ينتهي العمل في إذن كيف تقوم أنت شخصيا بتكييف هذا العمل في جمعية الإرادة مع الصوم ومع تعب رمضان ومع
أعمال أخرى طبعا. رمضان حقيقة أنه حقيقة أنه شخص معين شهر معين على العمل، فيه لطف رباني. حتى الأجواء تتغير عندما يدخل رمضان. فيه لطف، لأنك في نهار الصيام نحن نضيع كثير من الأوقات في يوم رمضان في ماذا؟ في انتظار الغداء، جلستنا بعد الغداء، الشاي صباحا بعد الشاي، كل هذا يتأتي بينما في رمضان تتحرك، يعني تستطيع أن تعمل ساعات متواصلة دون أن تطلب كاسة شاي أو شربة أو أكلة معينة. إذن رمضان نستطيع أن نقول أنه يكون محفز بالنسبة لأعضاء جمعية الإرادة، محفز على النشاط، على عكس آخرين يكون محفزا لهم على الكسل. البعض منهم كذلك الناس يعني الناس كالناس فيهم من يقول لك أنا لا في رمضان عندما أكون صائم بعد الإفطار يستطيعوا أن يعملوا، يعني الناس طبيعة الأشخاص تختلف. لكن في الحقيقة رمضان مدرسة حقيقية تغير فيها النظام، كل النظام، يعني النظام نظام الغذاء يتغير، النظام حتى النظام الروحاني الشخصي، الجو كله صحيح، الجو كله يتغير. على ذكر نظام الغذائي الهادي، شن هي الوجبة الرمضانية المفضلة بالنسبة لك؟ والله أنا شخص تقليدي جدا، ما عندي شيء مميز، لا ذاك اللي ينطرح، بالتالي ما فهم شيء، مميز جدا، ما فهم شيء مميز الإفطار وتاي وشنو عندك استحريف قال واحدين العطاري المائدة الرمضانية الموريتانية معاه والله ضده؟ ولا من حيث الناحية العمومية ما ينبغي أن يقال في هذا هو أن أي شيء مباح في أصله لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تبذير ينبغي أن يؤخذ منه بمباح ولا يتجاوز حده. كذلك الأطباء في رمضان ما شاء الله يتكلمون عن النظام الصحي، فعلى الناس أن فاتهم النظام الصحي في بقية السنة أن يستغلوا في رمضان حتى يعوضوا. فيما يتعلق بتوجيه في هذه الناحية مدرسة مهمة جدا نخرج من هذا رمضان. رمضان فيه شعور بالآخر، شعور بالجائع الذي يصوم ولا يجد ما يفطر عليه. هذه مدرسة، عندما نصوم نحن ويفطر الواحد منا على مجموع وجباته، يأكل بعضها ويذر بعضها، وبعضها ربما يطرح يقدم ولا درس آخر ولا من دروس رمضان. معاني رمضان، معاني رمضان التي تغيب عن كثير منا. رمضان فقط ليس شهر الأكل والصوم والنيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى أن هنالك معاني أخرى ينبغي أن تؤخذ من رمضان، وليست فقط هذه مدرسة هي المعاني الأساسية ونسهر بالليل. رمضان فرصة، مجموعة من الفرص على مستوى العبادة، مستوى الصلاة، مستوى قراءة القرآن، صلة الرحم التي ذكرتي، الصدقة، اغتنام الفرص، وأن يعد الشخص نفسه لأن يخرج من رمضان وقد صار أحسن منه قبل رمضان. لأنك إذا خرجت من رمضان ولم تتحسن فقل على نفسك السلام، يعني فرصة حقيقية ضاعت عليك، عليك أن تبكي على نفسك. صحيح. الهادي ما تلبك لكون أعطيكم كلمة أو أمنية شخصية لك الهادي وأمنية عامة في هذا الشهر الفضيل. أمنية هذا الشهر، الأمنية في كل شهر لكل شخص في هذا الشهر هو أن يتقبل الله منه وأن يوفقه وأن يغفر ذنبه وأن يوفقه لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعله من عتقائه من النار. والأمنية الجماعية هو أن نستفيد جميعا من مدرسة رمضان، نحقق معناها، نتآلف فيما بيننا، نتراحم ونتواصل ونتزاور، يغفر بعضنا لبعض، وأن ندعو لأنفسنا ولإخواننا وأن نشعر بهم وأن نتجاوز الأزمات التي تمر بنا وبالأمة وبهذا القتل الموجود في العالم، أن لا يأتي رمضان القادم إلا والناس في رخاء وفي سلام. وفي هذه أمنيتنا، وهو دعاء ندعو ينبغي أن نركز فيه وأن ندعو الله ونلح عليه في الدعاء، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولسنا بالقانطين ولسنا بالمتشائمين. إذن شكرا جزيلا لك الهادي، شكرا على تلبية الدعوة، ورمضانك مبارك مرة أخرى. من خلال المشاهدين باسمكم طبعا أشكر ضيفنا الهادي وللمنير الطلبة رئيس جمعية الإرادة، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان الأول.